السلام عليكم اخوان. طبعا اخوان هاي مو دعايه، واني اجبرت مرتضى ان يسوي فيديوهات وياي بالبيبه وبهذا الحمام. طبعا هاي الطائره هسه هي البي دي، هاي الطائره موديل 2014، ابنها هو البسكتل اللي هو موديل 2015. هاي الطائره هسه طابقينها على ابن البسكتل جونيور. جونيور جونيور ابو البسكتل، وهاي جدته هسه طابقين الجده على ابنها. شوفوها الطائره، هاي الطائره هم عيونها على ابنها تقريبا، بس ابنها شويه اللون شويه اقوى. هاي الطائره شعليه طائره، شوفوا طائره ولا ابو تقى. هاي اول انتاج لها كان ب 2015 طلعت البيست كتل. البيست كتل. والإنتاج الثاني إلها أيضاً بال 2015، والإنتاج الثالث إلها بال 2016. أول ناشنال آيس بيجن، العفو، رابع ناشنال آيس بيجن 2016. بناتها. ابنها البيست كتل. السنة الوراها سجل أول ناشنال آيس بيجن وأحسن طير ببلجيكا، وبنفس السنة أخوانا اثنين أخوان تاسع ناشنال آيس بيجن. أخوانا من نفس الأم. نفس الأم والأب. نفس الأم والأب. شوفوا يعني شلون طيرة. تاسع ناشنال ايس بيجن و 14 او 19 ما بعرف. وهسه طابقينها على ابن ابنها يعني حفيدها السنه الوراء مباشره ما شاء الله. وهذا هذا استاذن اخوان، هذا استاذن، هذا مارك. هلا شكرا لكم. وهذا طبعا البيست كتل ايضا، هذا البيست كتل. شوفوا ذيك امه وذاك ابنه. وشكرا لكم جميعا، مع تحيات مرتضى شريفي ماهر والبيبه.